السلفية هي اتباع منهج النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. سائل يقول: إذا كان الشخص سليم المنهج ويحب السلفيين لكن لديه معاصي كثيرة، هل يطلق عليه سلفي؟ والجواب: المعتبر هو العقيدة والمنهج، والسلفي ليس معناه أنه معصوم من المعاصي، لكن إذا كان يحمل عقيدة صحيحة ومنهج صحيح فهو سلفي وسني، ونوصيه بالاستقامة والابتعاد عن المعاصي، وبالله التوفيق. أنا سلفي على الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح.